في واحد انا سايبه لك انت بقى، انا عايز ارجع لده عشان ارجع دي. طب يلا روح لدي سؤالك. روح لدي. عارف محمود متولي كان بيلعب ايه الاول؟ نص ملعب. نص ملعب ديفندر. انت يا محمد تفكرني عيل طيب. صغير. محمود متولي احنا جامدين قوي، عايز احنا جامدين قوي. محمود متولي كورته كويسه قوي حبيبي، قله الثقه. عايز اسالك سؤال بقى، انا اسالك سؤال، اسالك سؤال انت عشان نوصل نقطه اتفاق بس، ربنا يحميه بس الاول بعيد عن الاصابات. انا اعتقد الكابتن حسن كان يقصد ان هو لعيب كوره كويس بس كان لسه راجع من اصابه، ما كانش لسه كريم. هقول لك بس حاجه، عايز بس اقول للكابتن محمد، عايز اقول لمحمد عبد الله حاجه بس نقطه. اي لعيب بيبعد عن الملاعب ممكن يفقد ثقته في نفسه، حتى لو هو كريستيانو دلوقتي كان احسن لعيب في العالم. بس انت ما تقوليش ان محمود متولي كورته وحشه او كورته ناشفه. لا مش وحش، لا على فكره بقول لك ثقته في نفسه وكان بعيد، فعشان كده بيطلع. بس كده احنا كلنا متفقين ان محمود متولي ومحمد عبد المنعم كورتهم حلوه، تتفق؟ اه طبعا، ده اكيد طبعا كورتهم حلوه، مفيش خلاف، فدي متفقين. انا عايز اخدك في نقطه مهمه، مركزك بقى. تمام. محمد هاني ابجريد وكم باك مش طبيعي في المستوى. محمد هاني محيرنا. اللي كان خلاص كل الناس بتقول لازم يمشي من الاهلي، محيرنا فعلا والله. عامل مستوى مبهر، محيرنا. غريب صح؟ مش موضوع غريب ولا لا حاجة. غريب يعني اقصد انه في لحظه انت كنت حسيت ان هو دخل في ثبات عميق، فجاه بيرجع تاني هو محمد هاني بتاع زمان. ما خلاص، انت جبت ديفندر لعبته باك رايت، اكرم صح، جبت كريم بتلعبه صح، رحت جبت صفقه خالد كمان ايا كان عشان في اتنين اصابات ولا حاجه بس صح. واللي هو فيه ده يحسب له ان انا رجعت ومسكت في مكاني وشبطت فيه تاني بادائي، يبقى من تمرينه. واللي فات هو اللي يتحاسب عليه، هو طبعًا اللي يشيله طبعا. انما اللي انا عايز يعني بنصحه وبقوله له حافظ على ده بقى. ما ينفعش انا ابقى لعيب في نادي الاهلي وبحجم نادي الاهلي ويبقى مستوايا كل شويه طالع نازل. لا صح. يبقى صح. انت عندك المشكله اللي يخليك توصل للفورمه دي، وان انت تبدع وتبقى بالشكل ده خلال مش النهارده بس، ده خلال على الاقل 3 4 مباريات فاتت. صحيح. لا يبقى العيب عندك انت، يبقى صحيح. انت بقى مقصر في شغلك في تمرينك، ممكن تركيز. تعليمات ما عدم تركيز. لا صح. يبقى دي ترجع لك انت. وبعدين انت عندك نقطه مهمه جدا، انت مكانك، انت اكتر لاعب في مصر مكانه محفوظ في المنتخب مع محمد صلاح. بالظبط. يعني عشان ما فيش ظهير اي، يعني ما فيش اسماء كبيره، فانت لو ثبت بس على المستوى دوت هيلعب، هيحط رجل على رجل صح؟ وهو حط رجل على رجل، ما انت ما بقاش في باكات رايت. بالظبط كده، مفيش. فكان دايما بقعد اتحسر اقول يا ابني هو انت ده، انت عندك فرصه ذهبيه. بالظبط كده. انت وانت بتلعب فرصه ذهبيه كمان، انت وانت بتلعب كان في خمسه بيلعبوا باك رايت، خمسه جامدين. ده في نادي الاهلي، وهتلاقي في نادي الاسماعيلي، وهتلاقي في نادي الزمالك صح، وفي انبي ومش عارف. لا كان في كان محمدي كان محترف كمان. محمدي لا يعني لو قسنا على ذلك ايامنا احنا لما بنلعب، لا كان بدل الباك رايت خمسة ستة وحدث ولا حرج، وبدل الباك ليفت 3 4. عايز اخش معاكم في حوار، انتوا متابعينها محمد هاني كويس؟ محمد هاني في كاس عالم للانديه، معلش برضه كريم بقى اديك بس، لا بس معلومه صغيره. طب اتفضل. معلومه صغيره بس معلش. محمد هاني في كاس عالم للانديه كان كل الناس بتتكلم عليه، قال لك بايرن ميونخ جاي له ومش عارفه مين جاي له، لولا الاصابه، عشان بس اديك حاجه بس يا محمد، لولا اصابه محمد هاني فالراجل دور على واحد تاني، اكرم توفيق. لما لقى اكرم رجع وأدى أداء كويس، فخلاص مش هيقدر يجيب واحد من الإصابة. ما قلناش موضوع إصابة وهو، ما هي دي بقى النقطة اللي أنا أرجع لك، بس عشان أنت قلت لي محمود متولي، استنى بس مستوى. أديك بس لما أنت قلت لي محمود متولي، لما رجع من الإصابة ما قدرش يخش في رتم اللعيبة، فقط من ثقته في نفسيته، فقط حاجات كتيره جدا. هو ده اللي بقوله لك، زي محمود متولي فقط. محمد هاني بيلعب بقاله كام سنه؟ بيلعب كتير. بس انا بسالك سؤال، بقاله كام سنه بيلعب؟ بس انت بتقول انا كابتن حسن هنا الوم بقى على حاجه. ايه؟ بقاله كام سنه لو اللاعب ما عندوش شخصيه قويه انه يقدر يرجع بسرعه يبقى عنده مشكله. ده كهربا بقاله كهربا بقاله 8 شهور ما بيلعبش. خلينا بس نتكلم. انا لما يجي انا دلوقتي اتصبت ولعيب يرجع، لعيب يلعب مكانك ويؤدي اداء عالي، انت ممكن يجي المدرب يلعبك ماتش او اتنين. يعني لو انت عايز تقول لي ان انا فورمتي البدنيه وفنيا بعد ما رجعت من اصابه مش ما 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 ايوه خد اصابه طول. انت عارف محمد هاني بعد الاصابه اللي جت له قعد فيها قد ايه؟ قعد فيها شهرين. لما شهرين رجع مش مده حسن، انا مش جاي من صليبي ان انا جاي من سنه او ست شهور. ما واحد تاني لعب اكرم، لا 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 لعب وادى اداءه كان ايا كان. طب ما انا ممكن طب ما كان في وقت من الاوقات يعني اللي كان نص ملعب نادي الاهلي في الفتره دي ما كانش كويس، وبقوه بقوه الفتره الحاليه اللي يخلينا اشيل ديفندر وعنده كميات جاريه عاليه وبيعرف يقطع وشراسه كانش بيلعب اساسي كمان. انا بتكلم على اكرم ان انا كانش بيلعب اساسي اكرم، ما كانش بيلعب كمان. كان بيلعب يعني انا بقول لك جربوه، كنت انا استفدت منه في نص الملعب. لو انت في الفتره دي يا محمد يعني كنت كويس كنت لعب. انا بقول لك هي المشكله عنده هو
الاصابه الاصابه حسن الاصابه تيجي تيجي نلخصها الموضوع بسيط انت لازم تلعب في نص الملعب لعيب اساسي وحصلت لك اصابه فجاب قعدت قد ايه ما انا همش معاك واحده بس جه المدرب جاب عبد الله وقال له هتلعب نص الملعب لحد ما حسن هيجي تمام هل من المفترض لما انت ترجع عبد الله يفضل احسن منك بالظبط افرض مش مركزه افرض ادى يا كريم ما هو ادى كويس بس ايا كان بس ما هو يا حبيبي انا دلوقتي انا هسالك سؤال ده مش مكان ادينا بس فرق. طب اكرم فضل. اكرم ما كانش لعيب بيلعب نص ملعب اكرم في جونه كان بيلعب باك رايت معلش انا لما باجي اتكلم على اي لعيب ببقى عارف هو راح فين لعب فين هنا تمام. ولعب هنا فين ولعب هنا فين وايه الاوقات بتاعته لعب قد ايه ولعب ماتشات قد ايه بس اكرم في الجونه ما كانش بيلعب كتير باك لا كان بيلعب باك كان اكتر في نص الملعب طب انا لا بعض الماتشات في الباك رايت انت كمدير فني انا بقول لك انا مش بقول لك انه ما بيلعبش باك رايت بس كريم انت كمدير فني انت كمدير فني انت شايف ان محمد عبد الله في الباك رايت مبدع ولا مؤدي لا مبدع تمام حسن مصطفى لو جه لعب الباك رايت هيبقى مبدع ولا مؤدي مؤدي بس افرض انا ادائي انا بكلمك مش لاقي مكان ان انا لما اجيب اكرم في مكانه اللي هو نص ملعب طب انا عايز اسالك سؤال اكرم دلوقتي ابدع ولا مؤدي انا بالنسبه لي في حته الباك رايت لا بيأديها بيأديها بشكل كويس راجل عنده شراسه على فكره سؤال. على فكره اكرم عنده واحد ضد واحد على فكره على فكره هو عنده حق في جزء كبير قوي انه اكرم ادى في المكان ده بشكل رائع بشكل رائع انا مؤدي بس مهارات بقى الباك رايت طب انا اسالك سؤال دلوقتي محمد عبد الله لو انت عندك دلوقتي اكرم ومحمد هاني هتلعب مين في الحاله اللي فيها في الحاله اللي فيها محمد هاني في احسن حالاته في احسن حالاته في احسن حالاتهم الاثنين هلعب محمد هاني مبدع في مكانه وراجل حافظ مكانه ما هو ده هيعرف يشتغل عشان لما اجي اقول لك يا كريم انت اخطات في دي ما تقوليش والله يا كابتن ده مش مكاني اصلا انا بلعبه يعني بادي لحد ما الراجل ده لا عشان اعرف احاسبك لا في الاخر هو في الاخر اراء وكل واحد طيب كمدير طبعا. فني انا عايز بس عشان فاضل لي دقيقه الاهلي قدام سياتل يعمل اي تغييره في التشكيل لا نفس التشكيل نفس التشكيل يعني ان اللعيبه مادين اداء كويس وكلهم في احسن حالاتهم كابتن محمد ثبات تشكيل لان برضو النهارده انت بتتكلم على الاقل خمس تغييرات وخمس تغييرات في محلهم هيدولوا اريحيه للمباراه اللي جايه انت بتتكلم في الثلث الهجومي كله طلع شلت الثمانيتين اللي هم فعلا يعني محتاجين ان هم يرتاحوا بشكل كويس عشان يقضوا المباراه اللي جايه انا شايف ان لازم ثبات التشكيل ثبات التشكيل ده ضروري 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 نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي يكسب الماتش يا رب